نظمت الهيئة العامة للغذاء والتغذية جولة تفتيشية في مسلخ العاصمة للوقوف على استعداداته لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين في موسم عيد الأضحى المبارك. الزميل عبد الله الأنزي رافق مفتشي الهيئة بجولتهم وعاد بهذا التقرير. للتأكد من تطابق جميع الاشتراطات الصحية، قام مفتش الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجولة ميدانية في مسلخ العاصمة الجديد. الهيئة ذكرت أنها ستكون بالمرصاد للمسالخ العشوائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. مشرفين على 4 مسالخ مركزية تتبع محافظات دولة الكويت، وإحنا حاليا في 1 منها. طبعا تأكدنا من جميع الاشتراطات الصحية، وحاولنا جاهدين أن نرفع كفاءتها الإنتاجية إن شاء الله خلال موسم عيد الأضحى المبارك لاستقبال المضحين تحت إشراف ومراقبة طاقمنا الطبي البيطري زائد مفتشينا، بالتنسيق طبعا مع وزارة الداخلية وأيضا الهيئة العامة للبيئة. سيتم رصد المسالخ العشوائية الغير مرخصة، وسيتم مخالفتها وفق القوانين المتبعة. فحص الأضحية من بداية عملية الذبح إلى مرحلة استلامها عبر متابعة من أطباء بيطريين مختصين، آلية تتبعها الهيئة في عملها الرقابية. مثل دون الرقابي على فحص الذبائح من بداية الذبحة لغاية استلامها من الموردين أو العميل الزبون يستلمها. يتم فحص اللحم من قبل دكاترة مفتشين مختصين بالهيئة، هيئة العامة للغذاء. مفتش الهيئة وبدافع حرصهم على صحة المستهلكين تمنوا من المواطنين والمقيمين عدم اللجوء إلى القصابين غير المعتمدين، والتوجه إلى المسالخ سواء كانت مركزية أو مؤقتة. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.